على السريع، هو في سألني بعض الناس عن الفتنة اللي حصلت بين المسلمين. باختصار فتنة ما تسمى بفتنة عثمان، بدي أقول لكم باختصار. شوفوا، أهل الفجور وأهل البدع تجدهم ما يلي: ما صح من أحاديث وطبق عليها علم أصول الحديث اللي هو علم منهجي في التحقق من الحادثة التاريخية، يشككون في الصحيح ويا باي شو بيحبوا التاريخ المكذوب. هذا من علامات مين؟ أهل الانحراف. تعرفوا في الصحيح بيشككوا وفي التاريخ بيمسكوا شو ما يكون، وإحنا حكينا لكم بعض مناهج المؤرخين. المهم، في الفتنة لعلمكم، فتنة عثمان اللي انتهت بخلافة معاوية 40 هجري، كتب عنها بعد سنين طويلة. فالآن في منقسم موضوع الفتنة وأخبار فتنة عثمان قسمين: نتف من الأخبار موجودة في كتب الحديث. شوف شو يعني كتب الحديث، يعني اللي بتتحقق من الرواية، وكثير روايات متكاملة في الموضوع وردت في كتب التاريخ، أهمها سبع روايات. لما درست الروايات السبع في فتنة عثمان تبين انه ولا رواية صحيحة. اي واحد تعرفوه ولا ايش الصحيح؟ بس الروايات اللي وردت في كتب الحديث هنا وهناك، النتف. اما الروايات اللي بتشوفوها الان في كتب التاريخ وبيحكوا فيها وبلقوها ناس، لعلمكم درست الروايات السبعة الشهيرة في فتنة عثمان، لم يصح منها رواية. واقلها ضعف لرواية واحد اسمه سيف، اقلها ضعف. يعني اللي هو المنطق بيقول نخدها هي، اذا كان ما عندناش كله ضعيف نخدها هي. ولما بتاخذ رواية سيف تكتشف شو كاين الامور، تنسجم تماما مع فكرتك عن الصحابة وايش الملابسات وشو اللي حصل وكيف لما اجتمع علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما واتفقوا انه تنفض عائشة وتعود وتترك الامور لعلي يسوي الامور، كيف اتفقوا في اجتماعهم، ومين اللي فيما بعد اثار الحرب فيما يسمى بالجمل، وتفاصيل طويلة. لما تقرأ رواية سيف بتقول هذه الرواية الاقل ضعف تنسجم كثير مع فكرتنا عن الصحابة، مش مثل ما بيلوكوه اهل البدع اللي بتروح بتمسكوا فيما هو ضعيف وبيقفزوا عما هو صحيح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.